La question Rava. Quelles sont les étapes soumises à régulation et quelles sont les principales molécules régulatrices de la glycolyse? إذا هنايا طلبش منك جوج ديال لي كيستيون، طلبش منك لا كيستيون الاولى تعطيني لي رياكسيون اللي كتوقع فيهم ريغولاسيون. دونك فيما نسمع ريغولاسيون يعني اكتيفاسيون انيبيسيون. دونك فيما نسمع ريغولاسيون اكتيفاسيون انيبيسيون يعني شنو هما لي زيتاب اللي في لا غليكوليز كنديروا بهم الريغولاسيون ديال الغليكوليز، يعني هذوك لي زيتاب فيهم دي زونزيم سوا كيتش اكتيفو سوا كيتش انيبو. مزيان، اذا هذا راه ديجا شرحتها لكم، ديجا شرحناه في الكور يعني كتبتها باش بلا ما نضيع الوقت. عندنا لا رياكسيون الاولى، لا رياكسيون الثالثه، ولا رياكسيون العاشره. دونك بروميير تخوازيام ديزيام رياكسيون هما اللي تتوقع فيهم الريغولاسيون. ما لاحظتي والو؟ الاولى والثالثه والعاشره سو سون دي رياكسيون ايريفيرسيبل، سو سون دي رياكسيون ايريفيرسيبل يعني لي رياكسيون ايريفيرسيبل هما اللي تتوقع لهم الريغولاسيون. اذا عقل على هذه المعلومه هذه. دونك هادو كاتاليزي بار ليكزوكيناز فوسفوفريكتوكيناز دو تيب 1 بيريفات كيناز. دونك لا بروميير رياكسيون كاتاليزي بار ليكزوكيناز، لا تخوازيام رياكسيون كاتاليزي بار فوسفوفريكتوكيناز فوسفوفريكتوكيناز دو تيب 1، اي لا ديزيام رياكسيون كاتاليزي بار بيريفات كيناز. ديما كنعاود ناكد ما تكتبش ليا لابغيفياسيون، كتب لو مو كامل، كتب سميت لونزيم كامل. مزيان، دونك هنا عطيتك غير لي زيتاب، ما قلتش لك ديطاي ولا شي حاجه، اذا جاوبني على قد السؤال. دوزيام كيستيون او بيان دوزيام بارتي من لا كيستيون عطاتني قال لك عطيني لي برينسيبال موليكول ريغولاتريس دو لا غليكوليز. دونك لي موليكول اللي كيديروا الريغولاسيون، اول حاجه عندنا هنايا ريغولاسيون هرمونال الانسولين لو غليكادون، الانسولين كي اكتيفي هاد لا فوا لو غليكادون افي انتاغونيست يعني كي انيبي لا فوا. عندنا غليكوسي فوسفات، غليكوسي فوسفات برودوي ديالها اش ديال ليكزوكيناز. اذا ابارتيغ لو غليكوز اون اوبتيان غليكوسي فوسفات اون بريزونس ديكزوكيناز. دونك الا كانت عندي لا كونسونطراسيون ديال جي 6 بي كطالعه بزاف كدير واحد لا ريترو انيبيسيون، يعني الا كانت كونسونطراسيون طالعه ديال هذا كتانيبي لونزيم، الا كانت كونسونطراسيون هابطه كتاكتيفي ليا هاد لونزيم ديال ليكزوكيناز. تقدر تزيدها هنايا، تقدر تزيد هاد المعلومات اللي كنقول هنايا باش تعزز لك لا ريبونس ديالك. عندنا دوزيام او بيان تخوازيام موليكول، دونك لي تخوازيام موليكول عندنا لا تي بي وعندنا فريكتوز ان سي بيس فوسفات. دونك بالنسبه لا تي بي اشنو كدير؟ كتانيبي لينا الفوسفو كينا بيريفات كيناز الا كانت كونسونطراسيون طالعه، والا كانت كونسونطراسيون طالعه ديال ان سي بيس فوسفات فريكتوز ان سي بيس فوسفات اش كيدير؟ كي اكتيفي لينا هاد بيريفات كيناز. مزيان، عندنا لايم بي لا دي بي وفريكتوز ان دو بيس فوسفات. اذا هاد تخوا موليكول اشنو تيديرو لينا؟ تيأكتيفيو لينا اش؟ تيأكتيفيو لينا فوسفوفريكتوكيناز دو تيب 1 ولا تي بي وسيترات الا كانت الكونسونطراسيون ديالهم طالعه كتانيبي لينا هاد فريكتوز فوسفوفريكتوكيناز. مزيان، اذا الله يرضي عليك عقل معايا على هاد لي موليكول كاملين، نعقل عليهم بلي ديتاي، ضروري نعقل عليهم بلي ديتاي باسكو نقدر نعطيك شي اكزرسيس بحال هكا مثلا، نعطيك شي اكزرسيس ولكن نعطيك اون بريزونس دان انيبيتور، نقدر نعطيك ان انيبيتور ولكن ما غنقولش انا راه هاد مثلا ما نقولش راه سيترات راه كي انيبي لينا الفوسفوفريكتوكيناز، ما نقولهاش لك، خاصك حتى تكون عارفه. مثلا غنقول لك اون انكوب مثلا دي سيلول، مثلا اون انكوب مثلا دي موليكول دو غليكوز دونز ان ميليو، دونك اون بريزونس دي كونزيم دي زونزيم اي اون بريزونس مثلا دي كونسونطراسيون تري زيلفي دو سيترات. اذا هاد السيترات هذا راه ديجا كنعرف انا في الكور بلي مالو راه كيانيبي لينا هاد لونزيم. يعني مثلا الا عطاتني الفوا ديال الجليكوليز في ليكزام اذا هذا غيتانيبا، علاش؟ اذا لا رياكسيون ديال هذا ما غاديش تكون، ما غاديش توقع، علاش؟ حيت هذا كيتانيبا بالسيترات. واش فهمتيني ولا لا؟ اذا مازال غنخدمو، رد البال بزاف لهاد لي زيكزيرسيس راه هما اللي كيتحطو بزاف في ليكزام، مازال غنخدمو دي تيب بحالهم. اذا دونك هنا فيما تسمع ريغولاسيون شي حاجه ديال كن اكتيفي، دونك اكتيفاسيون انيبيسيون
inhibition. Donc activation inhibition, يعني des molécules régulatrices, يعني qui active ou là qui inhibe. Donc نعقل عليهم عقل يلا يرضي عليك على هاد لي موليكيل هادو. دونك هادشي تقريبا اللي كاين. انا اختاريت لكم هاد ليكزارسيس مازال طويل، راه فيه بزاف ديال لي كيسيون، مي انا اختاريت غير هاد الاربعه ديال لي كيسيون باش نفهموا بهم الكور ديالنا، ونبقاو غادي نديطايو غادي وغندوزو للصعيب. دونك لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نشرح، غادي نشوفوا دي زيكزارسيس اللي كيتعطينا باغ اكزومبل، اللي كيتعطينا في ليكز في ليكزام مثلا واحد لافوا، ولكن داك الفوا ماشي هو كيف ما حنايا عارفينه، يعني كندخلوا دي موليك دي رياكسيون اللي جداد ما عندناش في لافوا. دونك غنشوفوا كيفاش نديروا لا رياكسيون جلوبال، غادي نخدموا تقريبا كاع ليكا اللي تيكونوا، يعني كاع الاحتمالات اللي تيكونوا تقريبا في ليكزامان.